أميرات من السلالة العثمانية تعرضن للخيانة الزوجية، منهن من تمتعت بجمال منقطع النظير، ومنهن من خانها زوجها مع ابنة عمها ليتسبب لها ذلك في جرح أنهك أعماقها، حيث لا يكفي بأن تكون المرأة أميرة حتى لا تتعرض للخيانة. وعن هذا الموضوع أعزائي سيكون هذا التقرير من قناتنا منارت ثقافة، لكن قبل أن نواصل ندعوك طبعا إلى الاشتراك في قناتنا إذا لم تكن مشتركا فيها بعد، وإلى الإعجاب بالفيديو وتفعيل جرس التنبيهات. البداية ستكون مع واحدة من أجمل سلطانات الدولة العثمانية، وهي الأميرة درر الشهوار ابنة عبد المجيد الثاني آخر خليفة في الدولة العثمانية. ولدت سنة 1914 وتوفيت سنة 2006. كانت السلطانة درر الشهوار في العاشرة من عمرها عندما صدر قرار ترحيل أسرتها من البلاد، ولقد كتبت في مذكراتها كلمات حزينة أرخت بها بعضا من المشاعر التي أحسها أفراد العائلة العثمانية وهم يطردون من البلد الذي فتحوه وحكموه. حتى خليفة عبد المجيد وعائلته الرحالة في مدينة نيس بفرنسا، وبعد سنوات قليلة من ضيق العيش غادر هو وعائلته إلى الهند ضيفا على نظام الدين حاكم مقاطعة حيدر أباد. كانت ابنته خديجة درر الشهوار قد شبت وقد بدا منها جمال منقطع النظير، ورغم سقوط دولة آبائها فإن أميرة جميلة ذات نسب رفيع مثلها ستكون وبلا شك اختيارا جيدا للعائلات الحاكمة الإسلامية. وفعلا تزوجت درر الشهوار سنة 1931 من ابن حاكم حيدر أباد الذي كان من أغنى الرجال في العالم. أصبحت درر الشهوار تحمل لقب أميرة برار، ولقد أنجبت لزوجها ابنين هما مكرم جاه سنة 1933 والأمير مفخم سنة 1939. وعلى الرغم من الفرق الشاسع بين درر الشهوار الأميرة الجميلة العثمانية وزوجها أعظم جاه، فإن هذا الأخير لم يتردد أبدا في خيانتها. عاشت الأميرة العثمانية الجميلة تعاسة زوجية مع زوجها، ولقد كثرت الخلافات بينهما إلى أن انهار زواجهما تماما. تطلقت درر الشهوار من زوجها، ولقد بقيت في حيدر أباد لبضع سنوات ثم انتقلت إلى لندن. نمر الآن إلى الأميرة الثانية في قائمتنا، وهي السلطانة نعيمة ابنة السلطان عبد الحميد الثاني، حيث عاشت هذه السلطانة حادثة خيانة مؤلمة جدا باعتبار أن زوجها قد خانها مع ابنة عمها. حدثت هذه الحادثة في أوائل سنة 1904، حيث كانت نعيمة السلطان تسكن في فيلا مجاورة لفيلا ابنة عمها وهي السلطانة خديجة ابنة مراد الخامس. وعلى الرغم من القرابة والمنزلة الاجتماعية فإن السلطانة خديجة لم تتردد في ربط علاقة غرامية لمدة 3 أشهر مع محمد كمال الدين باشا زوج ابنة عمها نعيمة ابنة السلطان عبد الحميد الثاني. ووفقا لما ذكرته فيلتستين كالفا، فلقد كانت السلطانة خديجة وعشيقها كمال الدين يخططان لقتل نعيمة السلطان حتى يتمكن من الزواج. أثارت هذه الفضيحة الكبرى غضب السلطان عبد الحميد الثاني الذي كان على رأس السلطة أنذاك. في البداية طلق ابنته نعيمة السلطان من زوجها، ثم جرد كمال الدين باشا من كل تكريم عسكري وقام بنفيه إلى بورسا. كان مراد الخامس والد السلطانة الخائنة أنذاك مخلوعا وموضوعا في الحجز، وبما أنه كان مريضا بالسكري فلقد تدهور وضعه الصحي عندما سمع بالقضية، وتسببت صدمته وحزنه الكبيرين في موته بعد ذلك بوقت قصير. انتشرت هذه الفضيحة لدرجة أن الصحافة الغربية قد كتبت عنها، حيث ذكرت أن صهر السلطان قد تم اعتقاله وإرساله إلى المنفى، وذلك نتيجة مراسلات غرامية سرية بينه وبين السلطانة خديجة ابنة مراد الخامس. ويمكننا أعزائي أن نتخيل الحزن الذي عاشته السلطانة نعيمة وهي تكتشف بأن زوجها قد خانها مع ابنة عمها. جدير بالذكر أن أحد حراس كمال الدين باشا في منفاه الداخلي قد نقل بأن هذا الأخير أنكر تماما محاولته تسميم زوجته، فيما اعترف بأن علاقته مع خديجة سلطان كانت عبارة عن تبادل رسائل حب تم إلقاؤها من على جدار الحديقة. نصل الآن
أعزائي إلى ثالث سلطانة في هذا التقرير، وهي السلطانة فاطمة ابنة سليم الأول. سبق وأن أدرجناها في عدة تقارير، حيث كانت حياة هذه السلطانة مليئة بالأحداث الغريبة. تعرضت السلطانة فاطمة للخيانة من طرف زوجها الأول مصطفى باشا، حيث أرسلت رسالة إلى والدها السلطان تستغيثه فيها وتطلب منه أن ينقذها من زوجها. أشارت السلطانة فاطمة إلى أن زوجها يخونها، مؤكدة أن زوجها يعاملها مثل كلب، وسواء كان هذا الباشا يخونها مع الجواري أو مع الغلمان كما ذكرت في رسالتها، فإن السلطانة وبلا شك قد تعرضت لخيانة زوجية. هكذا أعزائي نكون قد وصلنا إلى آخر هذا الفيديو. من المؤكد أنه يوجد الكثير من السلطانات التي تعرضن لخيانة زوجية، إلا أن كتب التاريخ لم تذكرهن أو أننا لم نتوصل لمعلومات عنهن، ولكننا في هذا الفيديو استعرضنا أشهر ثلاث حالات خيانة لأميرات عثمانيات. نتمنى أعزائي أن يكون هذا الفيديو قد أعجبكم، وإلى اللقاء في فيديوهات قادمة. تحياتي أنا فردوس حافظ رشيد، إلى اللقاء.